حمص الشام اهو مغسول مسلوق ومتصفي. هنحتاج كمان دول حوالي قد ايه؟ يعني ده حسب الرغبه بقى في السلطه، على حسب الرغبه. بتحبيه حطي كوبايتين، ما بتحبهوش قوي او مش عايزاه كتير قوي فحطي كوبايه، مش مشكله كميته. عندنا خيار طبعا متقطع مكعبات، عندنا طماطم متقطعه مكعبات، بصل احمر متقطع شرايح، اوراق ريحان فريش بتدي طعم حلو جدا، ومع البصل بقى كده بيبقى ميكس خطير. كمان عندنا كابوتشا، وعندنا جبنه حلوم. الدريسنج بتاع السلطه او تتبيله السلطه النهارده هتكون عباره عن عصير ليمون حوالي ربع كوبايه، خل بلسمك معلقتين كده ثلاثه، معلقتين من العسل الابيض، حوالي ربع كوبايه من زيت الزيتون، ملح وفلفل اسود. دي كده مقادير التتبيله. تمام، عندنا بقى الريحان، ادي الريحان، يلا بينا. تعالوا بينا بقى نجيب طبق كبير كده نقلب بس فيه مكونات السلطة اللي هي الأساسية معانا: الكابوتشا، طماطم. تقطيعة السلطة لما بتكون كبيرة شوية بتبقى لطيفة أوي، تتاكل كده بمعلقة أو شوكة بتبقى حلوة أوي. أحط الخيار، تمام، الريحان، وادي الحمص. هنقلب بقى سلطتنا مع بعض. الوان السلطه مبهجه، السلطه دي مشبعه جدا، مشبعه جدا، لان الحمص من الحاجات اللي بتنزل تملى المعده. عشان كده لو حد بيعمل دايت او عايز يخس ولا حاجه، فكوبايه من حمص الشام قد ايه هي اغلبها ميه. تمام، احنا بنحب الميه بتاعته قوي. كمان الحمص بيشبع جدا مع الليمون والكمون، كل دي حاجات بتساعد جدا جدا على انها تملى المعده، وفي نفس الوقت السعرات قليله، فبالتالي الانسان ممكن يخس عليها، ممكن مش اكيد. دي يعني مش اكيد، على حسب. خلصنا السلطه بتاعتنا بالشكل ده، الوانها خطيره، تمام، ريحتها حلوه قوي، ريحه النعناع مميزه، سوري الريحان مميزه جدا. اللي هيحلي سلطتنا النهارده التتبيله بتاعتها والجبنه الحلوم اللي هنشويها. هنا شوي الجبنه الحلوم مهم جدا ان احنا يا ريت نعمله كده. هو طريقته بسيطة جدا، بس ممكن حد يجي يشوي الجبنة فكل ما اجي اشويها تسيح. ايه اللي يخليها تسيح؟ ان النار بتاعة البوتاجاز قليلة، او الطاسة ما سخنتش كويس قوي. انا اهم حاجة عندي الطاسة تسخن جدا، عشان كده احطها شوية حلوين. الطاسة تسخن جدا، احط معلقتين زيت زيتون ووراها الجبنة على طول، فتنزل تاخد اللون صدمة بس من فوق ومن تحت، وتبقى كده خلاص خلصت. اما لو حطها على نار هاديه زيها زي اي جبنه، مع مرور الوقت غصب عنها هتسيح ومش هنعرف نشيلها خالص من الطاسه. فضروري جدا ان الطاسه تكون سخنه تمام التمام. عشان كده هنسخنها مع بعض اهو. صوص السلطه عباره عن ليمون، عندي كمان زيت زيتون، خل بلسمك، وكمان عسل ابيض. واكيد هنحط ملح وفلفل. كل الكلام ده بقى هنخلطه مع بعضه كويس جدا، ونقلبه بشوكه او مضرب، او نحطه في برطمان ونضربه كويس كده، نرجه مع بعضه كويس قوي قوي. التقليب الكتير او الرج ده بيعمل ايه؟ بيديني قوام مميز جدا للصوص. صوص بقى ده ما هو ميه
تمام؟ لا هيبتدي بقى يتجانس مع بعضه الزيت مع الخل مع الليمون الكلام ده كله، فهتلاقي ان القوام بدأ يتقل معاكي علشان يبقى ثابت كده على كل مكونات السلطة بتاعتنا، ما يبقاش مية فينزل في الأرضية يبقى الأرضية متبلة واللي فوق لا. فعشان كده راعي دايما انك انتي الأفضل صراحة ان احنا نحط في برطمان ونقفل الغطا ونبتدي نرجه كده، فيديكي قوام حلو قوي. انا عندي كده خلاص سخنت كويس الطاسه، نروح لها بقى. تمام، سخنت بما فيه الكفايه، هبتدي اخد معلقتين كده من زيت الزيتون. بسم الله. تعالوا ناخد الجبنه، على النار لازم النار تكون عاليه، النار لو هاديه هتلاقي الجبنه ساحت. امتى الجبنه تسيح تاني؟ لو نوعها وحش، لو جبنه مش حلوم اصلي ممكن تسيح برضه. لون الجبنه خطير، شكلها يفتح النفس. هطلعها بقى في الطبق ده على البال بقى ما اظبط طبق السلطه بتاعي واحطه في طبق التقديم وابتدي ارص عليه قطع الجبنه بتاعتنا. اتحمرت من ناحيتين واخدت لون حلو قوي، يبقى علشان اخد جبنه حلوم مشويه تمام التمام طاسه سخنه على نار عاليه. شكل الجبنة لونها تحفة. خطيرة. غير كده قللنا درجة الحرارة، ما سخناش الطاسة كويس، مجرد ما هنحطها هنلاقيها ساحت مننا مش هنعرف نلمها من الطاسة. يلا بينا. خلاص كده اتحمرت وايدي لونها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدريسنج بقى بتاعنا الحلو ده ونبتدي نوزعه على السلطة. زي ما قلت لكم بقى لما بيتضرب قوي بيتقل كده وبيثبت فوق كمية الخضار اللي احنا حاطينها بالشكل ده. نوزع شرايح الجبنة المشوية. عندنا بقى اوراق ريحان، هيبقى لطيف جدا ان احنا كده ايه نزين بيها برضو. يا جماعه ريحه الاكل تجوع، الطاجن ريحته فظيعه ما شاء الله. خلصنا خلاص طبق سلطتنا الخطير. عايزه اقول لكم طبق زي ده في اي مطعم بمبلغ وقدره، كمان ما شاء الله احنا عاملين كميه حلوه قوي. زي ما قلنا اي حد بيعمل دايت عايز يقلل من وزنه شويه عشان طلب مننا امبارح حاجات للدايت، فطبق زي كده مميز جدا وممتاز جدا، غني بالعناصر الغذائيه، مكتمل العناصر الغذائيه، وكمان مليان وغني بالالياف اللي هتساعد على الشبع وبسعرات قليله. الدنيا كده تمام.